طيب، هو زي بس ما قلت المحاضرة اللي فاتت، أنا كل محاضرة بيبقى فيه ريفيو كويتشن على المحاضرة اللي قبليها، ف دي بعض الأسئلة بس عشان نرفرش كده الميموري. To what power of 10 does the prefix giga refer؟ ولا 6 ولا 9 ولا 12؟ احنا لو نفتكر احنا كنا بنتكلم في المحاضرة اللي فاتت عن في حاجات في الكمبيوتر احنا المفروض ان احنا بنقيسها زي السبيد مثلا والكاباسيتي، صح كده؟ السبيد والكاباسيتي كان ليهم نفس الميجرمنت، يعني نفس الميجرمنت، يعني احنا بنستخدم مثلا الكيلو والميجا والجيجا، تمام؟ فقلنا الفرق ما بين الكاباسيتي والسبيد هو البيز. لو انا بتكلم في بيز 10 فده معناه ان انا بميجر السبيد، لو انا بتكلم في بيز 2 فمعناها ان انا بميجر الكاباسيتي. طيب لو احنا بنتكلم عاوزين نعرف الـ power of 10 does the prefix giga، فبنترتبهم احنا كان عندنا كيلو ميجا جيجا، ولو احنا بنتكلم في base 10 فالباور بيبدأ من 3 6 9، ففي الحالة دي الـ power of 10 does the prefix giga refer to 10 to 9، sorry. Oh no. تمام. كنت طيب لسه هقولها. طيب الـ hard drive speed is measured by a unit RBS ولا بايت ولا بيت ولا RBM؟ بيت سي. لا، هي الـ RPM اللي هي الـ rational speed، دي كانت موجودة في الادفيرتيزمنت اللي احنا كنا بنتكلم عنها في الكمبيوتر، هتلاقيها من ضمن الديسكريبشن بتاع الكمبيوتر. كنا ما جينا عند الهارد درايف كان مكتوب 7200 ار بي ام، هنا ده بيميجر السبيد اوف هارد درايف. طيب نمبر 3 بيقول لي the following number it represents the clock cycle time in nanosecond، يعني دول عبارة عن time بيرepresent ال clock cycle ل 4 different CPU، which of this value indicates the slowest CPU؟ 0.01 nanosecond ولا 0.001 nanosecond ولا 1 nanosecond ولا 0.1 nanosecond؟ طبعا B. طيب هو ده بي represent the time، صح؟ والtime دايما بيبقى ال opposite of frequency، فكل ما التايم يقل ده معناه ان السبيد بتزيد والعكس صحيح، صح؟ فانت عاوزه ال slowest CPU، فانت عاوزه اعلى تايم، لان هو ده التايم اللي انا محتاجاه عشان اروح اقدر اريتريف الداتا، تمام؟ فال slowest one هو 1 نانو سكند، لان هو ده اكبر تايم، هو ده اكبر تايم انا محتاجاه عشان اقدر اريتريف الداتا، فكل ما التايم يزيد ده معناه ان السبيد بتقل. تمام. To what power of 10 does the prefix micro refer؟ برضو من ضمن الحاجات اللي احنا قلنا ان احنا بنقيسها في الكمبيوتر هي السبيس والتايم. السبيس والتايم الاثنين بياخدوا نفس البيز اللي هو 10، بس الميجرنج يونت بتاعهم مختلف عن الكاباسيتي والسبيد، لان في الكاباسيتي والسبيد احنا كنا بنتكلم على كيلو ميجا جيجا تيرا بيتا، في السبيس وفي التايم لا، احنا بنتكلم على الميني والمايكرو والميلي والنانو والبيكو، تمام؟ فهنا هو بيقول لي المايكرو، انا عن نفسي بحفظهم بالترتيب عشان اقدر اجيب الباور صح. سي. لا، هو بي. الميلي، مايكرو، نانو، بيكو، فهمتوا؟
ميلي ومايكرو. فهي نيجاتيف 6 لان في كل مره هي بتزيد 3 بس بالنيجاتيف طبعا، عشان هنا انا بقيس تايم وبقيس سبيس، فالمساحه فبتبقى الميجرنج يونت بتاعتي قليله جدا. طيب ده سؤال تاني بيقول لي in the computer hierarchy what is the system software level enumerate 3 main function carried out at this level. لو نفتكر برضو احنا اتكلمنا على الكمبيوتر ليفل هيرارشي وعرفنا ان هو بيتكون من 7 ليفل من 6 ل 0 صح. 6 ده اليوزر وبعد كده الماشين وبعد كده الاسامبلي و السوفت وير ليفل. السوفت وير ليفل احنا قلنا ان ده اوبشنال ليفل، هو بيدخله امتى؟ لما بيكون بيتعامل مع الاوبريتنج سيستم. ايه الفانكشن اللي لازم تكون موجوده عندي في الـ في الـ في البروجرام علشان اقدر ادخل الليفل ده؟ زي المالتي بروجرامينج، بروتكتنج ميموري، سينكرونايزنج بروسيس، دول الثري فانكشنز اللي هو طالبها. اوكي ده كان بس اسئله بسيطه على شابتر 1. المحاضرة النهاردة احنا هنبتدي في شابتر 2، وانا اتفقت معاك المحاضرة اللي فاتت ان احنا النهاردة هناخد محاضرتين. معلش هو احنا هنضطر نعمل كده عشان نقدر نمشي مع الكالندر، وعشان لما ينزل الشورت تيرم الشورت تي ام اي نكون احنا اوريدي عملنا كفرج للجزء بتاع التي ام اي، وهو اصلا الترم كله او السمر كورس كله هو شهر ونص، فيعني احنا بنتكلم في من 6 ل 7 اسابيع. طيب في الشابتر ده احنا هنتكلم على ايه؟ اول حاجه احنا هنتكلم على الفاندامنتال اوف نيوميريكال داتا ريبريزنتيشن اند مانيبيليشن ان ديجيتال كمبيوتر. احنا دلوقتي عاوزين نعرف النيوميريكال فاليو او النمبرز ازاي بقدر اريبريزنتها جوه الكمبيوتر. تمام احنا اوريدي متفقين ان احنا بنشتغل باينري. تمام عاوزين نعرف بقى الكلام ده ازاي اقدر اريبريزنته جوه الكمبيوتر. هنتعرف ازاي نقدر نكونفرت ما بين النمبرينج سيستمز ويز ديفرنت بيزز. هنتعرف على ثلاث طرق علشان نقدر بيها نريبريزنت السايند نمبر. هو يعني ايه سايند نمبر؟ اللي هي سايند نمبر اللي هي البوزيتيف والنيجاتيف. فاحنا عندنا فعليا ثلاث طرق نقدر نريبريزنت بيها السايند نمبر، وهنعرفهم الثلاثه النهارده برضو في المحاضره الثانيه ان شاء الله اللي بعد دي. ان احنا بنستخدم يا اما الساين ماجنيتيود يا اما الوانز كومبلمنت يا اما التوز كومبلمنت. هنعرف ايه الفرق ما بينهم وازاي نقدر نريبريزنت ما بين ان نريبريزنت النيجاتيف نمبر باي طريقه من الثلاثه. بكره ان شاء الله هنتعرف على اخر جزء في الشابتر اللي هو ازاي اقدر اريبريزنت الفلوتنج بوينت نمبر اللي هي فيها الديسيمال فاليو. تمام اولا هنتعرف يعني ايه البوزيشنال نمبرينج سيستم. بوزيشنال نمبرينج سيستم يعني ايه بوزيشنال نمبرينج سيستم؟ اي نمبر سيستم عندنا بنسميه بوزيشنال نمبرينج سيستم لازم يكون فيه البروبرتي دي، او لازم يكون فيه الكونسبت ده ان انا اقدر اريبريزنت النيوميريكال فاليو ثرو انكريزنج باور اوف ذا بيز. يعني ايه بقى الكلام ده؟ احنا اكتر نمبرينج سيستم بنستخدمه هو ايه؟ هو الديسيمال صح؟ اه. طيب الديسيمال البيس بتاعه كام؟ 10 صح كده؟ يعني أوه. انا لو قلت مثلا 2 3 4 5 2345 ممكن اقدر اريبريزنتها بالشكل ده ان هو يبقى 5 في 10 to the power 0 plus 4 في 10 to the power 1 plus 3 في 10 to the power 2 plus
2 × 10³ ممكن أريبريزنتها كده ولا ده غلط؟ غلط. ده كده غلط؟ دي 5 × 10⁻⁰ يعني 5 × 1 يعني equal 5 plus 4 × 10 يعني 40 و 3 × 10⁻²⁷ يعني 300 و 2 × 10⁻³ يعني 2000. تمام كده؟ لو جمعنا دول مش هيديني الرقم ده؟ لو أنا جمعت 5 + 40 + 300 + 2000 مش هتديني 2345؟ هتديني. يبقى معنى كده أن أنا أقدر أريبريزنت أي رقم as increasing power of its base. إزاي؟ لأن مش البيز بتاعي كان المفروض 10، الأول كان الباور بتاعي 0، بعد كده بقى 1، بعد كده بقى 2، بعد كده بقى 3، يعني أقدر أريبريزنتها بالشكل ده بنفس الكونسبت ده. يبقى معنى كده أن ده positional numbering system، صح؟ فهمنا يعني ايه الكونسبت ده؟ طيب قال لي بقى ان اي positional numbering system لازم يكون فيه البروبيرتيز اللي احنا شايفينها دي، الاربعه دول. تعالي نطبقها على الديسيمال ونشوف اذا كان الكلام ده صح ولا لا. اولا بيقول لي ان any numerical value is represented through increasing power of a base، وده فعليا احنا قدرنا ان احنا نثبته اهو. طيب السيت اوف valid numerals أو digits is equal in size to the base of that system. أي decimal value في الدنيا، إيه هي ال digits اللي بتتكون منه؟ مش من 0 ل 9. ممكن تلاقي أي value في أي decimal value مختلفة وفيها digits غير من 0 ل 9؟ لا. يبقى معنى كده لو جيتي بصيتي على عدد الديجيتس الفاليد اللي موجوده عندي، هي عباره من 0 ل 9 يعني 10 ديجيت، صح كده؟ لو جيتي جمعتي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اهو 10 ديجيت، وده معناها ان هي بتساوي في السايز لمين؟ للبيز بتاعها، لان انا في بيز 10. اوكي دايما الليست نيوميرال او الليست ديجيت بيكون 0. طيب والهايست ديجيت بيكون البيز ماينس ال1، ما احنا بنتكلم على ديسيمال فالبيز بتاعي هي 10 ماينس 1 اللي هي 9، يبقى الهايست ديجيت في الديسيمال هو كام؟ 9 اللي هو البيز ماينس ال1، ودايما السمولست ديجيت هو الزيرو. انت لو جمعتي الهايست ديجيت بلس 1 دايما هيديني 10. احنا طبعا احنا واخدين كاكزامبل هنا هو الديسيمال، لكن هنلاقي ان الكلام ده بيتطبق على اي بوزيشنال نمبرنج سيستم. والدليل على كده تعالي نشوف دي بعض البوزيشنال نمبرنج سيستم، الديسيمال والباينري والاوكتال والهكساديسمال. سمعت عنهم قبل كده؟ لا، ما عدا الباينري. يعني ما سمعتيش عن الاوكتال او الهكساديسمال؟ لا. طيب في الديسمال طبعا احنا عارفين ان البيز بتاعها هي 10. عدد النيوميرالز او الديجيتس هي 1 بلس 9 اللي هي 10، هم مين؟ من 0 ل 9. 1 بلس الهايست ديجيت اللي هي 10، صح كده؟ طب نشوف الكلام ده هيتطبق على الباينري ازاي. الباينري البيز بتاعي هو 2. تمام. عدد النيوميرالز احنا اتفقنا ان انا بجيب عدد الديجيتس او الفاليد ديجيتس ازاي، هو 1 بلس الهايست ديجيت. طب انا عندي في الباينري ايه الديجيتس بتوعي؟ 0 1، يبقى الهايست ديجيت ايه؟ هو 1. تبقى 1 بلس 1 هم 2 اللي هم مين؟ 0 1. طب هل يا ترى انا لما اقول 1 بلس 1 هتديني 10 برضو في الباينري؟ الكلام ده صح. ليه؟ لان هنا ما بقاش اسمها 10،
دي 1 0 دي كده 1 0 مش 10 يعني مش هول نمبر. يعني ايه مش هول نمبر؟ يعني مش 10 two digits بالضبط. هاي. ودي equivalent لتو بالديسمال تمام، لكن دي equivalent للتن بالديسمال، فعشان كده انا ما علقتش عليها، لكن هنا دي equivalent للتو بالديسمال عشان دايما الون بلس الهايست ديجيت بيديني البيز، بس البيز represented بنفس النمبرينج سيستم اللي انت شغال عليه. يعني هنا 1 0 هي equivalent للتو بس بالباينري. بعد شوية هنعرف ازاي نقدر نكونفرت ما بينهم، بس until now هي في اي مشكلة؟ لا. طب تعالي نشوف الاوكتل. الاوكتل هو برضو numbering system بس البيز بتاعه هو 8. تمام؟ طيب عدد النيوميرال، عدد النيوميرال احنا دايما عندنا الديجيتس بتاعتنا او الفاليد ديجيتس في اي نمبرينج سيستم بيبتدي من زيرو لغايه البيز ماينس ال1. يبقى معنى كده ان الهايست ديجيت في الاوكتال هو 7 لانه ما ينفعش يبقى 8 عشان ده البيز بتاعي. زي ما احنا في الديسيمال ما عنديش ديجيت اسمه 10، الهايست ديجيت عندي بيقف عند ال9. فهنا number of numerals هي 1 plus 7 وال7 هنا هي عبارة عن الهايست، هي عبارة عن الهايست digit في الاوكتل، فهيبقى عندي 8 digit. طب ايه هما من 0 ل 7؟ طيب 1 plus 7 المفروض عندي تبقى 8، بس 8 ده بالديسيمال، انت جوه ايه الاوكتل، فهتبقى 1 0 برضو. هنعرف دلوقتي ازاي ال 1 0 equivalent لل 8 في الاوكتال و 1 0 equivalent لل 2 في الباينري و 1 0 equivalent لل 16 في الهكسا و 1 0 equivalent لل 4 في numbering system و space 4. ده هنعرفه ازاي نعمل conversion في السلايدز اللي بعد كده. بس until now ان ال highest digit plus 1 دايما بتديني 1 0 في numbering system اللي انا موجودة فيه. طيب الهكسا ديسيمال بقى قال لي ان الهكسا ديسيمال البيز بتاعي هي 16، يبقى الهايست ديجيت هنا كام؟ هي البيز ماينس ال1 يعني 15، يبقى 1 بلس 15 انا عندي 16 ديجيت. طب شكلهم عامل ازاي؟ هي من 0 ل 9. طب ايه الاي والبي والسي والدي والاي والاف؟ الاي هي ايكوفالنت لل10 وال B equivalent لل 11 وال C 12 وال D هي 13 وال F هي 14 وال E هي 14 وال F هي 15. طب انت ليه عملت كده؟ لاني ما ينفعش ان انا اكتب لو قلت لك 1 0 هنا انت تقصد بيها ان هي 0 لوحدها و1 لوحدها، ولا تقصد بيها 10؟ ما هو 2 ديجيت صح بالنسبه للهكسا ديسيمال لان انا معايا لغايه 15. فقال عشان اقدر افرق لو انا كتبتها لك بالطريقه دي ده معناها انها 0 1 بالهكسا، لكن لو كتبتها لك كده ايه دي معناها ان هي 10. طيب 1 plus the highest digit اللي هي 1 plus 15 برضو equal او 1 plus f فهي equal 1 0 ودي equivalent ل 16 بالهكسا، وهنا equivalent ال 8 بالأكتر. الكولم ده أنا هرجع له مرة تانية عشان أوضح لك إزاي يعني إيه 1 0 بالباينري equal 2 1 0 بالأكتر equal 8 1 0 بالهكسا equal 16 بعد ما ناخد الconversion. بس until now ده معناه إن الديسيمال الباينري الأكتل الهكسا ديسيمال بيس 4 بيس 3 أي positional numbering system بتنطبق عليه probabilities دي ومظبوطة جدا. طيب ده كان شكل السلايد اللي مكتوب عندكم في البرزنتيشن. طبعا أنا كتبتها في شكل جدول عشان تبقى أوضح بس شوية. طيب من هنا نقدر نقول إن إحنا دلوقتي عندنا الفاليو اللي انت بتكتبها لي
يعني 2 3. دلوقتي دي ممكن تكون بالأكتر، ممكن تكون بالهكسا، ممكن تكون بالباينري، لا طبعا بالباينري ما تنفعش عشان فيها 3، ممكن تكون ببيس 4 ببيس 5. طب انا هعرف ازاي؟ قال عشان تقدر تعرف هو الفاليو دي مكتوبة بأني نمبرينج سيستم او with which base، حضرتك بتكتب البيز as a subscript here بالشكل ده. معنى كده ان 2 3D مكتوبة ببيز 4. طب لو كتبتها كده دي معناها ان هي decimal، لو كتبتها كده دي معناها ان هي octal، لو كتبتها كده دي معناها ان هي hexadecimal and so on. يبقى أنا بعرف الرقم ده مكتوب بأني numbering system with which base عن طريق السبسكريبت اللي مكتوب هنا. تمام؟ تمام. أوكي. ده هنا كان مدي بس example إن الكلام ده applicable سواء كان في الديسمال أو في الباينري. إيه بقى الكلام ده؟ لو أنا كان عندي 1 0 1 1 0 point 0 1، وهنا دول example مش أكتر. إحنا عندنا علشان أقدر أفرق ما بين ال position، فدايما ال pivot بالنسبة لي هو ال floating point. أنا دايما ببتدي من عندها، فأنا لو مشيت left ده معناه ان انا في الانتجر بورت، ولو انا مشيت right ده معناه ان انا في الفراكشن بورت. اوكي كده. لو انت هتبتدي من الانتجر بورت فدايما البوزيشن بتاعك بيبتدي من 0 1 2 3 4 لغايه اما اخلص الارقام بتاعتي. لو انا هبتدي من الفراكشن بورت فدايما بيبتدي -1 -2 -3. البوزيشن ده ما بيختلفش خالص. طب تعالي نجرب كده ولو احنا شغالين في الباينري برضو. انا لو مشيت left ده معناه ان انا في الانتجر بورت، فهيبتدي البوزيشن بتاعي 0 1 2 3 4. لو انا في الفراكشن بورت هبتدي -1 -2 وهكذا. عشان اقدر اعرف البوزيشن بتاع اي ديجيت موجود عندي لازم بيبقى بدايتي هي الفراكشن بوينت. تمام. البوزيشنز دي ما بتختلفش بغض النظر انا شغاله باني نمبرنج سيستم وذ اني بيز. اهم حاجه ان دايما البوزيشن ده بالترتيب ده ما بيختلفش. انا ببتدي دايما من الفراكشن بوينت، لو مشيت ليفت ده معناه ان انا في الانتجر بورت ببتدي من 0 1 2 3 4. لو في الفراكشن، لو انا بمشي right ده معناه ان انا في الفراكشن بورت فبمشي -1 -2 -3. دلوقتي بقى هنشوف ازاي اقدر اكونفرت بين different bases. فلو انا عاوز اكونفرت من الديسيمال لاني بيز، او ازاي اكونفرت من اني بيز للديسيمال، او ازاي اكونفرت بين البيزز ان جنرال، وبعد كده هاخد special case ال conversion between the power of 2. طيب أول حاجة إزاي أقدر أكونفرت ما بين from الديسيمال لي any base، ده معناه إن الجيفن بالنسبة لي هو مديني ديسيمال فاليو وعاوز أحولها له لأي بيز. طب عشان أقدر أقوم بالعملية دي أنا عندي two phases، يا إما أشتغل على الانتجر بورت اللي هو ال before الفراكشن بوينت أو الفراكشن بورت. تمام؟ طب لو أنا عاوزة أشتغل على الانتجر بورت هعمل إيه؟ ده example بسيط جدا. دلوقتي هو عاوز يكونفرت 113، وأنا عرفت طبعا إن هو بالديسمال لأن كاتب لي إن البيز 10، وهو عاوز يحوله لي للباينري. في الحالة دي أنا بعمل إيه؟
قال لي لما دام ده integer part وما فيهوش أي fraction أنا هقسمه على البيز للنمبرنج سيستم اللي أنت عاوزني أحول ليه. أنت عاوز تحول للباينري، طب البيز بتاعه كام؟ 2. فأنت هتبتدي تقسم لي على 2، تبقى 113 over 2 المفروض هيبقى الكوشن أو خارج القسمة اللي هي 56 والريميندر 1. تعرفي تجيبي الريميندر؟ مش طيب ازاي بنجيب الريميندر؟ يا ريت احسن ناسية شوي. مفيش مشكلة، انا دلوقتي بفتح اهو. طبعا هو واضح بالنسبة لك الكلام اللي انا بعمله ده، يعني انا دلوقتي فتحت الكالكوليتر، هو دلوقتي مديني الفاليو بتاعتي 113 over 2 صح كده؟ زي ما احنا شايفين طلع ايه؟ طلع 56.5. ال 56 ده هو ده الكوشن او خارج القسمه. انا مشكلتي دلوقتي ال 0.5 ده انا عاوز اجيب الريميندر منه، هعمل ايه؟ هطرح الانتجر بورت اللي هي ال 56 تمام، هتطلع 0.5 وبعد كده اضربها في الرقم اللي انا قسمت عليه. انا كنت اللي هو البيز، يعني انا كنت بقسم على الاثنين، دلوقتي انا هضرب في الاثنين هيطلع لي كام؟ 1. فالريميندر هنا هيطلع ب1 تمام. وبعدين ابتدي اخد الكوشن ده مره تانية اللي هو 56 واقسمه على 2 هيديني ايه؟ 28 وريميندر 0. ليه 28 وكان الريميندر 0؟ تعالي نشوف كده. دلوقتي هي كانت المفروض 56 صح؟ سوري 56 over 2 فهي طلعت 28 without any fraction. فمعنى كده ان الريميندر بتاعي هيبقى 0 لان انا ما عنديش fraction اصلا، لكن اللي قبلها كانت كام؟ كانت 56.5 واضح؟ فما دام هي جالي integer part بس يبقى دايما الريميندر هنا بيبقى 0. اوكي نكمل. طيب 28 over 2 هتبقى 14 وريميندر 0. 14 انا كده دايما كل مره باخد الكوشن وببتدي اقسمه هيبقى 7 وريميندر 0. 7 over 2 هتبقى 3 وريميندر 1. 3 over 2 هتبقى 1 وريميندر 1. طب 1 over 2 1 over 2 اللي هي 0.5 فهيبقى الكوشن ب 0 وريميندر 1 تمام؟ تمام. مادام وصلت ان الكوشن بتاعي بقى ب 0 ده معناه ان الريميندر بتاعي هو اللي موجود هنا اللي انا بقسم عليه تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه انا كده هقف، انا كده خلاص وصلت للاخر. طيب وبعدين انا هعمل ايه؟ هبتدي اخد الريميندر ده وابتدي ارتبه داون اب ليفت رايت. يعني انا باخده كده 1 1 1 0 0 0 1. بكتبه ازاي؟ 1 1 1 0 0 0 1. فهي داون اب ليفت رايت. الترتيب ده مهم جدا، لو انا غيرت الترتيب هيبقى الريبريزنتيشن مختلف، مش هي دي الباينري ريبريزنتيشن للفاليو اللي انت بتديها لي. واضح؟ واضح. طيب ناخد اكزامبل تاني كده. زي مثلا ان انا عاوزه 23، عايز اجيب الباينري ريبريزنتيشن ل 23 هقسمها على كام؟ على 2 2 لان ده البيز بتاعي. هتطلع كام؟ تطلع 11 صح؟ 5 يبقى من لان 2 في 11 اللي هي 22 minus 23 اللي هي ب 1 تمام؟ تمام. انت ممكن تستخدميها على الكالكوليتر عادي زي ما انا وريتك، مفيش مشكله، بس يعني انا بالنسبه لي الموضوع يعني هنا هتبقى 5 وريميندر 1
لان 2 5 ب 10 10 minus 11 ب 1 يبقى remainder 1 over 2 هتبقى 2 و remainder 1 over 2 هتبقى 1 و remainder 0 over 2 هتبقى 0 و remainder 1 تمام؟ أنا خلاص وصلت إن الكوتم بتاعي دلوقتي بقى بزيرو. هبتدي أكتب البيتس بتاعتي down up left right. هتطلع 1 0 1 1 1. تمام؟ هتطلع 1 0 1 1 1. دي كده الباينري لمين؟ ل 23 بالديسمال. اوكي اوكي طيب عاوزين نشوف بقى ازاي اقدر اكونفرت نفس الرقم اللي هي 113 بس بالاوكتال. ما فيهاش مشكله، هو الاوكتال البيز بتاعها ايه؟ 8. يبقى هتقسم على ايه؟ على 8. طب تعالى نشوف كده. one 13 over الـ 8 هتطلع بكام؟ هتطلع 42.375 وما اعرفش الكلام ده كله، صح كده؟ اللي انا هعمله ان انا ايه؟ هاخد الكوشن اللي هو 42 عشان هبتدي اقسمه تاني على الـ 8، لكن هطرح الـ 42 واضربها في الـ 8 هيطلع لي الـ remainder كام؟ 3. ايه ده الكلام ده؟ لا ثواني، من واضح ان هو عمل يعني يعني في calculations تانية. يعني بصي هو عمل ايه، هو طرح من 56.5 minus 113 over 8 عمل الاوبريشن دي، وده طبعا مش صح. فانا هصفر الاول. تمام. 13 over 8 equal فهي تطلع 14. بصي دي الاوبريشن الصح، احنا كنا عاملينها غلط. طيب وبعدين هتطلع ادي ال 14 دي الكوشن بتاعنا، هطرح ال 14 فهتطلع 0.125 هضربها في ال 8 هتطلع بكام؟ ب 1. يبقى المفروض الريميندر هنا 1. فانا مقسم يبقى الكوشن 14 وريميندر 1. هبتدي اخد الكوشن ده واقسمه مرة تانية على الـ 8 فهتطلع ايه؟ هيطلع الكوشن ب 1 والريميندر 6 لاني 8 في 2 ب 16 فهي اكيد الكوشن 1 والريميندر هتبقى 8 minus 14 هتبقى 6. تمام؟ انت ممكن برضو تستخدمي الكالكوليتر عادي. طيب وبعدين هبتدي اقسم، انا الكوشن لسه ما وصلش للزيرو، هبتدي اخده مرة تانية واقسمه على الايت هيبقى الكوشن بزيرو وريميندر 1. كده انا وصلت ان الكوشن بتاعي بايه؟ بزيرو. ابتدي اخد بقى، يبقى الليست اللي موجودة في الريميندر دي هو ده الاوكتل ريبريزنتيشن ل الديسمال فاليو اللي هي بتساوي 113. المفروض ان انا هرتبها ازاي؟ داون اب ليفت رايت هتطلع 161. تمام واضحه؟ واو. طيب لو انا مش عارفه هو، طب انا لو عايزه اكونفرت نفس الرقم ده بس عايزه احوله للهكسا ديسمال
تعالي احنا بقى نعملها مع بعض. تمام. الهكسا ديسيمال هو البيس بتاعها كام؟ 16. اه يبقى 113 over 16 هتطلع بكام؟ 7 والريميندر 2 انت حسبتيها؟ اه 7 وريميندر 1 لان اكيد لو هي هنا 14 الريميندر هيبقى 1. طب تعالي تعالي نحسبها في ال ادي الكالكوليتر بس الاول نصفر 114 over 16 هي 113 مش 14 113 ومعنى انا كتبتها 14. طيب اوكي 113 over 16 اوكي تبقى 7.0625 تمام. فهيبقى الكوشن هنا 7 هنطرح ال 7 فهتبقى كام 0.0625 هنضربها 16 هتطلع 1 تمام. اه تمام. لو في اي حاجة مش واضحة قولي لي. لا بس الديسمال دايما يعني صعب يتحسب. انا على فكرة يعني ايه على ما اعتقد انكم ممكن يعني إيه ممكن تستخدمي الكالكوليتر عادي يعني مفيش مشكلة. تمام ماشي. لان في حاجات بعد كده لما ناخد الفراكشن بورت انت لازم هتستخدمي الكالكوليتر. يبقى هنا 7 وريميندر 1. طيب over 16 طبعا هنا الكوشن 0 وريميندر 7 يبقى 113 بالديسيمال بتساوي خدي بالك ايه 7 1. تمام 7 بالايه بالهكسا ديسيمال. واخده بالك ان نفس الرقم له اكتر من ريبريزنتيشن لما انا اغير البيز او اغير النمبرنج سيستم اللي انا بستخدمه. اه يعني 113 كانت بالاوكتال كانت 161 كانت بالهكسا 71 كانت بالباينري 31301 تمام. انا شايفه ان التيبلز دي مهمه لو تقدري انك تحفظيها يكون افضل. بس هي مش هتتحفظ كده يعني هتتحفظ بانك يعني تشتغلي كتير وانك تعملي كونفرجن كتير. فانت لما بتعملي كونفرجن كتير فانت اوريدي الحاجات دي بتبقى في دماغك تقدري انك تستخدميها او يعني تحفظيها بسرعه. كده احنا خلصنا الانتجر بارت. يبقى في الانتجر بارت عشان اقدر احول من الديسيمال لاني بيز اللي انا بعمله ان انا بقسم على البيز وباخد الريميندر وبعد كده ببتدي ارتبها داون اب ليفت رايت اوكي. طب لو انا عايزه بقى الفراكشن بارت قال لي الفراكشن بارت انت بتضرب في البيز مش بتقسم على البيز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي عايزه احول الفاليو دي اللي هي 0.4304 دي بالديسيمال عايز احولها لبيس 5. بما انها اصلا فراكشن فانا هضطر ان انا اضرب في البيز مش اقسم. فانا هضرب في البيز اللي هو 5 هتطلع 2.1520 اوكي. طيب وبعدين ابتدي اخد الانتجر بارت ده كاني بالظبط يعني بشده كده وبعد كده اصفر الجزء ده تاني بحيث ان انا اخد الفراكشن بس
اللي هو هيطلع 0.152. واضح انا عملت ايه؟ يعني كل اللي انا بعمله ان انا بضرب الاول في البيس فهيطلع لي فاليو، وبعدين اشوف الانتجر بارت اللي اللي جايه لي اللي هي الجزء اللي موجود في في الليفت سايد اوف ذا فراكشن بوينت، هحطه زي ما هو وبعدين وبعد كده اصفره واضرب الجزء ده ما دام الرايت بارت اوف ذا فراكشن بوينت لسه ستيل مش بيساوي زيرو، بضربه مره ثانيه في البيز هيطلع لي مثلا 0.76 وهكذا. هاخد الجزء الانتجر بس ده زيرو، زيرو مش زيرو انا باخده تمام، ومش محتاج ان انا اصفره. وبعدين هو الجزء الفراكشن بقى بزيرو، الجزء ده بزيرو، لا مش بزيرو ده في فاليو. طب هعمل ايه؟ هضربه في البيز مره ثانيه هتطلع 3.8، هاخد ال3 ادي الجزء الانتجر، وبعدين اخد ال 0.8 واضربها في البيز. لما اضربها في البيز هتطلع 4.000، هاخد ال 4. طب لما انا اخدت ال 4 ايه اللي حصل؟ بقت كلها 0. في الحالة دي انا هقف. واضح؟ والله يعني كل اللي انا بعمله في في الفراكشن بار ان انا بضرب في البيز، لما بضرب في البيز الفاليو اللي طلع لي باخد الانتجر بارت اوكي، وبكيب تراك الانتجر بارت دي، وبعدين بعد كده بصفر الانتجر بارت تاني مره تانيه بحيث ان الفراكشن بتاعي اضربه مره تانيه في البيز، وافضل اعمل العمليه دي لغايه لما اوصل ان الفراكشن بارت عندي يبقى بزيرو. طيب وبالنسبه بقى للارقام دي، الارقام دي انا هاخدها ازاي؟ الارقام دي هي عباره عن الفيفث نمبرنج سيستم برزنتيشن للفاليو دي، للديسيمال فاليو دي تمام. فدي انا هاخدها ازاي؟ هل هاخدها برضو اب داون اب؟ قال لي لا، انت هتاخدها اب داون، يعني هتكتب 2034. يعني انا في الانتجر بارت انا بقسم وباخد الريميندر، بعد ما اخلص واوصل ان الكوشن يبقى في زيرو، في الحاله دي انا ببتدي اخد الريميندر اب داون ليفت رايت، ده في الانتجر بارت. طب في الفراكشن بارت انا بضرب في البيز اخد الانتجر بارت، وبعد كده ابتدي اضرب الفراكشن اللي طالع لي لغايه اما يوصل ان هو يكون بزيرو. طيب وبالنسبه للانتجر بارت او الليست اوف انتجرز اللي انا حافظت عليها، ابتدي ارتبها اب داون ليفت رايت، يعني واحده بقسم وواحده بضرب، واحده باخدها داون اب والثانيه باخدها اب داون اوكي. ده كده في الانتجر بارت وكده في الفراكشن بورت. واضح؟ في اي مشكلة؟ عرفنا الفرق؟ لا. طب تمام. طيب ده اكزامبل تاني، هو مديني ده فراكشن فاليو، هو بالباينري بالديسيمال، عايز نحوله له لايه؟ لباينري بس اقف عند 4 بت، ده معناه ان هو بيريودك، يعني انا مش هقدر اوصل للزيرو في الحاله دي بيقول لي، او ممكن اوصل بس هو عاوز يوقفني عند 4 بت، يعني معنى كده ان انا هضرب في البيز اربع مرات بس. هبتدي اخده واضربه في 2 هتطلع 0.68750، ده معناه ان هاخد الجزء الانتجر اهو ده زيرو، هاخده برده هاخده برده تمام. وبعدين هضرب في 2 هتطلع 1.375، بعد كده اشيل ال1 دي واخد الفراكشن بارت دي تاني مره ضربت فيها، ادي تالت مره هتطلع 0.75 هاخد الزيرو، كده هضرب في 2 ادي رابع مره هتطلع 1.5 كده انا هقف. وادي الانتجر اللي انا حافظت عليه 0101 بالظبط.
بس ناخد بالنا ان لازم يتحط الفراكشن بوينت عشان دي في الجزء الفراكشن مش في الانتجر. لو كان في الانتجر يبقى هحطه في الليفت في الليفت بارت اوف ذا فراكشن بوينت. تمام اوكي. طب دكتور هو انا ازاي بعرف يعني لو جالي السؤال ازاي بعرف لو من باينري مثلا لحاجة تانية؟ يعني اقصد التن ما احنا قلنا انها في الديسيمال والباينري ما احنا اتفقنا ان هو هيحط السبسكريبت ده، يعني دي معناها ان الرقم ده بالديسيمال. يعني هو دايما لازم يكتبهولك كده بالشكل ده، يديك الرقم يحط لك السبسكريبت بالشكل ده. دي بقى لو 2 يبقى هي باينري، لو 5 يبقى هي بيس 5، لو هي 8 تبقى اوكتال. وهو لازم يقول لك. واهم حاجه في السؤال اللي بيجي هنا انك ازاي انك تعرفي انت بتكونفرتي من مين لفين. ايوه عاوزه من الديسيمال، عايزه اعرفه. ما تقلقيش، في نهايه المحاضره هيبقى في اسئله اصلا هوريكي شكل الاسئله ازاي. تمام. طيب احنا كده خلصنا اول حاجه، ازاي اقدر اكونفرت من الديسيمال لاني بيز. في الديسيمال ده لازم ناخد بالنا ان في عندنا الانتجر بارت بيتعامل بطريقه والفراكشن بارت بيتعامل بطريقه. طب لو جاب لي الاثنين جنب بعض، يعني لو جاب لي مثلا سي مثلا وده السؤال اللي غالبا بيجي، لو جاب لي مثلا 23.5 ده بيقول لي ان هو كده ديسيمال وعاوز يحولهولي لباينري، هو بيكتبها كده فعليا. فانا كده عارفه ان هو عاوز يحول من الديسيمال، انا اللي يهمني السبسكريبت ده، هو كده عاوز يحول من الديسيمال للباينري. تمام. هعمل ايه في الحاله دي؟ هاخدها كلها واقسمها، ولا اخدها كلها واضربها، ولا هعمل كده ولا هعمل كده؟ انا عندي الرقم اللي انت مديهولي ده جزء منه انتجر اللي هو ال 23، فده هيتعامل لوحده، وجزء منه فراكشن اللي هو 0.5 وده هيتعامل برضو لوحده. ده انا هقسم على البيز اللي هو 2، هتبقى هنا 11 وريمندر 1، 2 هتبقى هنا 5 وريمندر 1 اوفر 2 هتبقى 2 وريمندر 1 اوفر 2 هتبقى 1 وريمندر 0 اوفر 2 هتبقى 0 وريمندر 1. كده انا حولت الانتجر بارت. طب في الفراكشن لا، انا بضرب، ف 0.5 انا هبتدي اضربها في البيز اللي هي 2 هتبقى 1، ممكن بالآلة ها 1.0 هتبقى هنا 1، وبعد كده اطرح هتبقى 0.0. كده انا وصلت للاخر. طيب هيبقى شكلها عامل ازاي؟ قال لي في الانتجر بارت انا بمشي ايه داون اب، هتبقى 1 0 1 1 1، وبعد كده احط الفراكشن بوينت كده. طب وفي الفراكشن هتبقى 0. لا هي 1 بس، لان هنا انا طلعت 1 بس 0.5، لما اضربها في 2 هتبقى 1.0، هاخد ال 1 هيبقى اللي فاضل 0.0، فانا كده وصلت لل 0 فمش هكمل، فهتبقى 23.5 بالباينري شكلها عامل كده. واضح؟ طيب تمام. كده انا قدرت اكونفرت اول جزء اللي هو ده، ازاي اقدر اكونفرت من الديسيمال لاني بيز سواء الانتجر بارت او الفراكشن بارت. انا عاوز احول العكس من اني بيز للديسيمال، يعني اللي انت مديهولي ممكن يكون اوكتال، ممكن يكون هكسا ديسيمال، ممكن يكون بيز 4 بيز 5 بيز 7، وعايز احولها للديسيمال. دي انا شايفاها انها من ابسط واسهل الطرق. ليه؟ لان هي ثابته، ما بعملش اي حاجه. انت عاوز تحول ايه؟ تعال نشوف الاكزامبل ده. انت عاوز تحول من الباينري للديسيمال، مش هو باينري؟ تمام. انا هكتبه كده 10.11
وبعدين ابتدي احط البوزيشن، البوزيشن بتاعي برضو ثابت. انا قلت الجزء الانتجر بيبتدي من 0 1، الجزء الفراكشن بيبتدي من نيجاتيف 1 نيجاتيف 2، وبعدين ابتدي اكتب، ابتدي اضرب الديجيت في البيز تو ذا باور البوزيشن. طب انت البيز بتاعك هنا ايه؟ انت باينري، يبقى البيز بتاعك 2، يبقى هبتدي من اول واحد كده هتطلع 1 في 2 تو ذا باور نيجاتيف 2، وبعدين بلس اللي بعديها 1 في 2 تو ذا باور نيجاتيف 1، وبعدين اللي بعديها ده اللي هو 0 في 2 to the power 0 plus 1 في 2 to the power 1. الكلام ده كله كده أخده على الكالكوليتر، والريزلت اللي هتطلع يبقى هو ده دايما الديسمال equivalent للإيه؟ للفاليو دي. واضحة؟ ما فيهاش أي حاجة أكتر من كده. تمام. اهي دي شكلها. طيب لو انا عايزه احول 1A.5، طيب 1A.5 يعني انت بتكلمني على ايه؟ على الهكسة، وعاوز تحولها للديسمال ولا فيها اي مشكلة. ادي ال 1A.5، مادام بحول من any base للديسمال حط لي البوزيشن على طول. البوزيشن بتاعتي هنا ايه؟ البوزيشن برضو ثابته. بعد الفراكشن بوينت فهي بتبتدي من 0 1 وهنا نيجاتيف 1، وبعدين ابتدي اضرب الديجيت في البيز تو ذا باور البوزيشن يعني 5، وهنا البيز كام؟ انا في هكسا ديسمال يعني 16. 16 to the power negative 1 plus الA. الA دي بالنسبة لي مش حاجة عندي اسمها A، خلاص أنا عايزة أحولها بقى للA للديسمال، فهي عبارة عن 10، فهي 10 في 16 to the power 0 plus 1 في 16 to the power 2. أخد الكلام ده كله كده وحطه على الكالكوليتر، والريزلت اللي هتطلع هي دي الايه؟ الديسيمال ايكويفالنت. اوكي اوكي يعني عشان احول من اني بيز للديسيمال ما فيهاش اي نوع من انواع الفن، انا مجرد ان انا باخد الرقم بتاعي اللي انت مديهولي ببيز بيز بي اي بيز وانت عاوز تحوله لي للديسيمال، ابتدي احط البوزيشن. البوزيشن ده بتتحط ازاي؟ البوزيشن دي ثابته، انا ببتدي بيبقى البيفوت بتاعي هو الفراكشن بوينت لو مشيت ليفت، او في الانتجر بورت ببتدي بيز 0 1، البوزيشن بتاعي ببتدي 0 1 2 3 4 لغايه اما اخلص كل الديجيتس اللي موجوده. في الفراكشن بورت ببتدي من نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 لغايه اما اخلص كل الديجيتس، وبعدين ابتدي اخد الديجيت ده في البيز بتاعي المفروض اللي انا موجوده فيه تو ذا باور البوزيشن. طيب لو نفتكر بقى انا كنت بقول 1، ده الجزء اللي انا قلت ان انا هرجع له في التابل 1 plus 7 بالهكسا بالاوكتل، لا بالاوكتل بتساوي 1 0. 1 0 دي انا بدعي ان هي المفروض بتساوي 8 بالايه؟ بالاوكتل. 1 0 بالاوكتل بتساوي 8 بالديسيمال، انا بدعي كده. تعالي نشوف، طب هي دلوقتي هي دي مش كده بالاوكتل يعني بيز 8. طب انا عايز احولها للديسيمال، هبتدي اعمل ايه؟ احط البوزيشن بتاعي. البوزيشن هنا لان هي اصلا انتجر بارت فهنا هتبقى 0 و1، هضرب 0
هضرب 0 في 8 to the power of position plus 1 في 8 to the power of position اللي هي ب 1 تمام؟ 0 أي حاجة power to 0 يعني ب 1 1 في 0 ب 0 1 plus 8 to the power 1 8 to the power 1 ب 8 1 في 8 ب 8 تبقى 8 plus 0 equal كام؟ 8 بس بالإيه؟ بالديسمال ديسمال طيب أنا كنت بقول إني 1 plus 1 equal 1 0 بس بالباينري 1 0 دي يعني أنا بدعي إن هي بتساوي 2 بالإيه؟ بالباينري بالديسمال يعني هي 1 0 تمام؟ طب تعالي نحولها نفس الحكاية هحط البوزيشن يعني أنا شايفة إني أبسط أنواع الكونفرجن فعلاً إن أنا أحول من إني بيز للديسمال ما فيهاش يعني هي نفس الرول ما فيش أي اختلاف هو الفرق الوحيد في البيز بتاعي هو أنا أصلاً الإني بيز ده بتاعي كان إيه؟ كان باينري خلاص حط لي البيز 2 لو أوكتل حط لي البيز 8 لو هيكسا ديسمال حط لي 16 لو بيز 7 حط 7 لكن ما بعملش أي حاجة تانية أنا بضرب الديجيت في البيز تو ذا باور البوزيشن فهنا هيبقى البوزيشن بتاعي هنا 0 وهنا 1 فهضرب 0 في 2 تو ذا باور 0 بلس 1 في 2 تو ذا باور 1 هنا دي هتبقى ب 0 وهنا دي هتبقى ب 2 2 plus 0 كام؟ 2 واضحة؟ ده لو تفتكري ده الجزء اللي هو convert من binary أو octa أو أما كنت بقول إن دي هي عبارة عن الـ 2 بالديسمال ودي هي عبارة عن الـ 8 بالديسمال ودي عبارة برضو عن 16 بالديسمال مش دي 16 بالهكسا صح؟ أنا عاوز أحولها للديسمال هعمل إيه؟ هحط البوزيشن هنا بوزيشن 0 وهنا بوزيشن 1 فهضرب 0 في 16 to the power 0 plus 1 في 16 to the power 1 هنا دي هتبقى ب 0 وهنا دي هتبقى ب 16 equal 16 بالايه بالهكسا اوكي اوكي هو بس اصل انا قلت لك سيبيها دلوقتي علشان هنرجع لها بمجرد بس ما نخلص الكونفرجن عشان افهم اصل كنت وضحتها لك في الاول مش هتعرفي ازاي الكونفرجن حصل تمام؟ طيب احنا كده خلصنا two type of conversion ال type الاولاني ازاي convert من الديسمال ل any base واخدنا ال integer part وال fraction part وازاي convert من any base للديسمال بس لو احنا لاحظنا هنلاقي ان الديسمال one of two system يا اما اروح له يا اما احول ليه ما هو يا إما حول من الديسمال يا إما حول للديسمال طب لو أنا اديتك two bases مش في ما بينهم كان الديسمال هعمل إيه؟ يعني لو اديت base x و base y والاتنين مش ديسمال لا الـ x 10 ولا الـ y 10 الحالة دي لازم أحول للديسمال في النص يعني أنا ما أقدرش أحول من base 4 لـ base 5 كده على طول بدايركت method لا ما ينفعش لازم تحولي base 3 تحولها للديسمال ومن الديسمال تحول لبيس 4 طب تعالى نشوف example كده هو مديني value اهي with base 4 وعايز نحول لبيس 3 طب لا ال 4 ولا ال 3 الاثنين يعتبروا decimal في الحالة دي هعمل ايه؟ هبتدي اخد دي واحولها للديسمال طيب عشان احول
من any base للديسيمال بعمل ايه؟ ابتدي احط البوزيشن بتاعي 0 1 و 2 3، بعد كده ابتدي اضرب الديجيت في البيس تو ذا باور البوزيشن، يعني 1 في 4 تو ذا باور 0 بلس 2 في 4 تو ذا باور 1 بلس 1 في 4 تو ذا باور 2 بلس 3 في 4 تو ذا باور 3 وهكذا. هتطلع في الاخر بالديسيمال عامله ازاي؟ هي 217. اوكي دي كده بالايه؟ بالديسيمال. ابتدي اخد دي واحولها لمين؟ لبيس 3. يعني هقسم على البيز اللي هو 3، هقسم على 3 واخد الريمايندر، وبعدين لغايه اما اوصل ان الكوشن يبقى بزيرو، هلاقي في الريمايندر ليست هلاقي فيها كل الديجيتس اللي بتريبريزنت الايه، نفس الرقم بنفس البيز. طيب وبعدين ابتدي اخدها داون اب ليفت رايت، يبقى معنى كده ان 3121 بيس 4 ايكوال 22001 بيس 3. واضح؟ يعني لما يجي يقول لي ان هو عاوز يكونفرت من بيز اكس لبيز واي، اكس والواي مش واحده فيهم ديسيمال، في الحاله دي انا ما اعرفش احولها بشكل مباشر، لازم الاول احول للديسيمال، ومن الديسيمال احول يعني احول بيز اكس للديسيمال، ومن الديسيمال احول لبيز واي، لكن غير كده انا ما اعرفش احول من 4 لبيز 4 من بيز 4 لبيز 3 على طول. ده اللي هو عاوز يقوله، كانه بالظبط عمل كونكاتينيشن ما بين التو بورتس الاولانيين اللي احنا اخدناه. طيب بس في عندنا بقى سبيشال كيس، ان انا ازاي احول ما بين الباور اوف تو بيزز. يعني ايه الباور اوف تو بيزز؟ احنا عندنا 3 باي 3 نمبرنج سيستم، دايما البيز بتاعهم باور اوف 2، اللي هم مين؟ اللي هم الباينري والاوكتل والهكساديسيمال. الثلاثه دول احنا هنا عندنا ده بيز 16 وده بيز 2 وده بيز 8. فيعني 16 دي يعني 2 to the power 4، وهنا 2 to the power 1، وهنا 2 to the power 3. فالتلاتة دول بالذات احنا عندنا البيز بتاعنا هو عبارة عن ايه؟ باور اوف 2. فازاي اقدر احول ما بينهم؟ عشان احول ما بينهم قال لي انت مش محتاج ان انت ترجع وتكونفرت للديسيمال، انت ممكن تحول ما بينهم بشكل مباشر. هنشوف بقى ازاي اقدر احول من الباينري للاوكتل بشكل مباشر. طيب انا دلوقتي هدي اكزامبل، اي اكزامبل، ولتكن مثلا ادي 1 1 0 1 point 1 0 0 1 1 1 0 1، ده بالباينري وانا عايز احولها للاوكتل. عندي حلين، اولا ان انا ممكن اخد الباينري ده واحوله للديسيمال، ومن الديسيمال احوله للاوكتل، بس هيبقى صعب جدا لان هنا عندي الباينري فاليو كبير، فاحتماليه الخطا هتبقى كبيره. او اني اعمل ايه؟ احوله بشكل مباشر. ازاي؟ اولا انا عندي البيبوت زي ما قلت هو عباره عن ايه؟ الفراكشن بوينت. هبتدي اخد من الفراكشن بوينت ده واعمل جروبنج لثلاثه. ليه ثلاثه؟ مش احنا قلنا ان الباينري الباور بتاعه هيبقى او البيس بتاعه هي 2، يعني 2 تو ذا باور 1، والاوكتال هي 2 تو ذا باور 3. معنى كده ان كل 3 بت في الباينري بيمثل لي 1 بت في الاوكتل، فهبتدي اني اجروب بالشكل ده. لو انا دلوقتي هقف عند الفراكشن بوينت، فهبتدي اجروب كده، انا اخدت اول 3 هم وبعد كده 1. طب بس هنا ده 1 بس، هعمل ايه؟ هزود 2 بت بزيروهات طبعا. ده فين؟ في الرايت
في right side of the fraction point. طب في left هبتدي برضو من ال point. هبتدي كده. واضح أنا بجروب إزاي؟ الجروبينج ده ما بيتغيرش بالشكل ده. وبعدين طب آخر جروب دول اتنين بس زود زيرو. وبعدين أبتدي كل جروب من الجروبس دي أحولها للديسيمال إيكويفالنت. أنا عندي 001 هي إيكويفالنت الكام؟ كأني بحول ال 3 ديجيتس دول من الباينري للديسيمال. فأنا في ناس بيعملوها بشكل سريع يعني إن هي هتبقى 1 2 4 اللي هي 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2. طيب وبعدين الفاليو اللي قدامها 1 هي اللي حجمعها بس. يعني هنا انا عندي ال1 قدام مين؟ ال4، فدي بتريبريزنت ال4 بس. طب هنا هي هتبقى 1 2 4. ال1 قدام مين؟ قدام ال2 وال4. 2 plus 4 يعني دي بتريبريزنت 6. بعد كده انزل الفراكشن بوينت كده، ابتدي اخد دي اللي هي 1 2 4. ال1 قدام مين؟ ال1 بس، فتبقى هنا 1. طيب هنا 1 2 4. هنا قدام ال في عندي 3 1، فانا هجمع ال1 بلس ال2 بلس ال4 اللي هي تبقى كام؟ تبقى 7 اللي هي 1 بلس 2 بلس 3. 1 plus 2 3 3 plus 4 يعني 7. طيب 0 1 0 ادي 1 2 4. هلاقي ان ال1 قدام ال2 بس، فانا هجمع ال2 فهتبقى هنا 2. يبقى دي بالباينري equivalent ال 271.64 بالايه؟ بالاوكتل. واضح؟ طيب ده اكزامبل تاني. يعني انا دلوقتي ادي الباينري نمبر اللي هو مديهولي او هو ده، تمام. هبتدي يعمل ايه؟ اولا هو كله انتجر كان الفراكشن بوينت هنا، فهبتدي اجروب كده ثلاثات بالشكل ده. هلاقي هنا ان انا محتاجه ان انا ازود زيرو. هنا هتبقى ايه اللي هي 1 2 4، يبقى انا هجمع ال1 وال4 بس اللي هي بتريبريزنت ال5. 1 1 0 اللي هي 1 2 و4 تبقى 1 و2 يعني 3. 0 1 0 اللي هي 2. 0 1 1 اللي هي 6. 0 1 0 اللي هي 2. ادي البيت. طب ثانية واحدة، اتفضلي. ده الجدول اللي حضرتك قلتي لي احفظه ايوه هو ده الجدول اللي انا بكتر الممارسة هتقدري انك تجيبيها بسرعة، بس في ناس بتستسهلها. يعني انت لو عندك 3 ديجيت فانت دايما بتبدأ اللي هي 1 2 4، تمام. حطي اي باينري نمبر وانا اجيب لك الايكوفالنت ديسيمال بتاعه. يعني مثلا هتبقى 101. انا بعمل ايه؟ بشوف ايه الارقام اللي مقابله ال1. يعني هنا 0 فانا مش هاخد دي. كاني بجمع دول دي بلس دي يبقى دي 5. طيب نعملها مره ثانيه. ادي 1 2 4 فهتبقى 0 0 1. ده معناه ان انا دي مش معايا عشان قدامها 0، ودي مش معايا عشان دي قدامها 0، لكن دي معايا عشان قدامها 1، فدي بتريبريزنت ال4. ف 0 0 1 ايكوفالنت ال4. واضحه؟ ثانيه يعني انا بمسك كل 3 واقوم مزوده ولا ايه؟ انا اتلخبطت في الحته دي. طيب ناخد اكزامبل تاني. هو كده دخل على ها
هاتي اي value انت عايزاه، تعالي نحط اي binary value بس يكون كبيرة شوية، زي مثلا ان انا هخليها 111 point، خدي بالك ان هنا في fraction point، هتبقى 1001001. تمام، جيب الباينري وانا عايزه احولها للاوكتل، هعمل ايه؟ اول حاجه ممكن انا ممكن اخد الكلام ده كله واحوله للديسيمال، ومن الديسيمال للاوكتل زي ما احنا عارفين، دي الجنرال كيس او دي الجنرال رول اللي ممكن تستخدميها. لكن انا شايفاها انها طريقه بصراحه صعبه، لو ما بين الباينري والهكس ديسيمال والاوكتل، انت ممكن تحوليها بسرعه عن طريق الباينري. ازاي؟ انا البيفوت بتاعي زي ما قلت مين، دي الفراكشن بوينت. في الجزء الفراكشن انا ببتدي اجروب، انا دايما بدايتي من هنا، هشوف انا بادئه منين، من هنا، وهجروب ثلاثات. مش انت عاوز تحول للاوكتل، فانا هجروب ثلاثات. معلش خلي لي دي كمان وان عشان بس تحس بالفرق. تمام تمام فهنا هنلاقي ان انا عندي ايه 01، دول 2 ديجيتس، بس انت قلت لي المفروض 3، مفيش مشكله زود 0. تمام. طيب وبعدين هنيجي عند الانتجر بورت، برضو انا ببدا منين؟ من الفراكشن بوينت علشان اجروب، يعني ما ببداش من هنا. في ناس بتتلخبط وبتبتدي من الموست سيجنيفيكانت بيت اللي هي الليفت بيت، الموست ليفت بيت. لا انا دايما ببتدي من الرايت، يعني انا بدايتي من هنا من الفراكشن بوينت. تمام، سواء كنت شغاله في الجزء الفراكشن او في الانتجر بورت، فببتدي اجروب ثلاثات برضو، هاخد ادي 110 وهنا ادي 01، دول اتنين بس زود 0. وبعدين ابتدي اخد كل جروب واحوله للديسيمال، فانا هنا عندي ايه 010، ده اول جروب. هنا بس كده ايه، نحط الفاليو بالراحه كده. هنا انا هحطها ازاي؟ هتبقى 1 2 4، 1 2 4، وهنا 1 2 4، وهنا 1 2 4. انا كل جروب عندي بحط بس الباينري فالي او الديسيمال فالي لكل ديجيت فوق الديجيت بتاعها عشان اجمع على طول. ادي 1 2 4، واضح؟ في اي مشكله لحد دلوقتي؟ وبعدين ابتدي بقى احول، ادي الجروب الاولاني. في الجروب الاولاني اللي هو ده هنلاقي اني خليها لون مختلف بس عشان تبقي هنا، دي انا مش محتاجاها عشان هنا قدامها زيرو، ودي انا مش محتاجاها عشان هنا قدامها زيرو برضو. يبقى هنا اول واحده دي بتريبريزنت التو، انا بجمع بس الفاليو اللي قدامها 1. طب هنا في الجروب الثاني ده، في الجروب الثاني ده هتلاقي ان ال1 وال2 وال4 الثلاثه قدامهم 1، يبقى انا لازم اجمع الثلاثه، تبقى 1 بلس 2 3، 3 بلس 4 يعني 7. وانزل الفراكشن بوينت كده. طيب هنا هنلاقي ان قدام ال2 في 0 فانا مش محتاجاها، وال4 برده نفس الحكايه، تبقى هنا 1 بس. طيب هنا الفور قدامها زيرو فانا مش هحتاجها، يبقى هجمع ال1 بلس ال2 اللي هي هتبقى 3. طيب هنا انا مش محتاجه ال1 ولا ال4، ال1 قدام ال2 بس، تبقى هنا 2. يبقى الاوكتل ايكويفالنت للباينري ده هي 2 7
0.132 ده كده بالأكتل. واضحة؟ أو بجد كده وضحت؟ أو طيب احنا كده قدرنا نحول من الباينري للأكتل. طب لو عاوز احول من الباينري للهكساديسمال كونفرجن او هكساديسمال فاليو، ما فيهاش اي برضو فن. ليه؟ لان لو انا فهمت الأكتل صح هفهم الهكساديسمال. اذا كان انا في الأكتل كنت بجروب ثلاثات، ففي الهكساديسمال الطبيعي ان جروب اربعات. ليه؟ لان الهكساديسمال البيز بتاعها 16 اللي هي equivalent ل 2 to the power 4. فانا كل اربع ديجيت في الباينري بيقابل 1 ديجيت في الاوكتل في الهكساديسيمال. فلو انا عندي 1 1 0 1 1 1 0 1 1 وهنا 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 انا هو مديني دلوقتي دي باينري فاليو وعايز احولها للهكساديسيمال. الجروبينج هو ما بيختلفش. انا ببتدي من مين؟ ببتدي من الديسيمال بوينت او الفراكشن بوينت، تمام؟ وبعدين ابتدي اخد جروبس، بس المره دي هجروب اربعه بالشكل ده. طيب هنا ده 1 بس، هعمل ايه؟ زود 3 زيروهات. طيب عشان اخليهم اربعات. وهنا برضو هجروب، بس هجروب اربعه. طب ده هنا واحد لوحده، زود 3 زيروهات. هي بس بالصدفه ان الاثنين هنا 3 وهنا 3، دي صدفه يعني. تمام. وبعدين ابتدي اخد كل جروب واحوله للديسيمال. طب انا عشان كنت لما باخد جروب في الباينري واحوله للاوكتال، انا كنت بحط فوق يا 1 يا 2 يا 4 عشان هما كانوا 3. هنا هزود كمان 8 عشان هما 4 ديجيت، عشان دي تبقى اللي هي بتساوي 2 تو ذا باور 0، وهنا 2 تو ذا باور 1، وهنا 2 تو ذا باور 2، وهنا 2 تو ذا باور 3. فهنا اول واحد هيبقى 2 to the power تبقى 1 و 2 و 4 و 8. معلش انا اسفه، التحكم اصلا في البن صعب جدا. فهنا هتبقى 1 و 2 و 4 و 8. هنا هنلاقي الثلاث زيروهات قدام ال 1 وال 2 وال 4، ال 8 بس هي اللي قدامها 1، فهنا دي equivalent لل 8. طيب هنا ادي 1 و 2 و 4 و 8. هنلاقي هنا ال 2 قدام 0، دي مش هتدخل معانا. فانا هجمع ال 1 بلس ال 4 هتبقى 5، 5 بلس ال 8 هتبقى 13. 13 بتساوي كام في الهكساديسيمال؟ A B C D 10 11 12 13، صح كده؟ تبقى D هي ال 13. يبقى هنا equivalent لل D. طيب 1 0 1 1 برضو دي D لان دي 13 زي اللي قبلها بالظبط. وهنا 1 0 1 1 برضو ده 13 D. طب 0 0 1 1 هي 1 2 4 8. فهنا دول كده مش معانا، كاني بجمع ال 4 بلس ال 8 اللي هي 12 اللي هي بتمثل لي السي. 1 0 0 اللي هي 1، فدي هتبقى ايكويفالنت لايه؟ هتبقى 8
D D point D C 1. هنا برضو هو مدي example تاني، اديني ادي الباينري فاليو عاوز احولها للهكساديسيمال، واللي انا هعمله هبتدي اجروب اربعات، ابتدي اخد كده اربعات وهنا طبعا هزود 2 0، وبعد كده كل جروب هحوله اللي هي 1 0 1 1 اللي هي دي، 1 0 0 1 اللي هي هتبقى 1 و 8 اللي هي 9، 0 0 1 1 اللي هي 12 اللي هي C، 0 1 اللي هي 2. ادي البنت. اوكي ها، واضح ولا في حاجة مش واضحة؟ لا واضح. هي الفكرة بس اني ازاي اعمل جروبينج. الجروبينج بيبتدي من الفراكشن بوينت، تمام؟ لو مشيت رايت يبقى هبتدي من الفراكشن بوينت واعمل جروبس، لو ما كملتش الجروبس بتاعتي بزود زيروهات لانها هتختلف خاصة في الفراكشن بورت. لكن في الليفت هاند سايد للفراكشن بوينت مش هتختلف، لانك لو زودتي زيروهات هي مش هتفرق في الفاليو، لكن في الفراكشن هتفرق. برضو ببتدي اجروب بداية من الفراكشن بوينت، وببتدي اجمع سواء تلاتات او اربعات، تلاتة ديجيت او اربعة ديجيت، وكل جروب بحوله للديسمال ايكوفلنت بتاعه. طيب علشان احول من الاوكتل للهكسا ديسمال او من الهكسا ديسمال للاوكتل، فلازم اعدي على الباينري، مفيش دايركت كونفرجن ما بين الاثنين. يعني هنا هو مديني اكزامبل اهو، ده بالهكسا عاوزني احوله للاوكتل. اول حاجه هاخد ده واحوله للباينري. طب احوله للباينري ازاي؟ ادي بي 153، هنا كل ديجيت المفروض احطه في 4 بيت باينري. البي دي اللي هي عباره عن ايه؟ اي بي اللي هي 11، صح كده؟ اللي هي ايكوفالنت ل 1 1 0 1. طبعا انا بحلها بسرعه لاني انا حافظه، عشان كده ده بقى فايده التيبل اللي انا قلت لك عليه. لو انت فعلا فهمتيه كويس وحفظتيه هيبقى بالنسبه لك الكونفرجن ده سهل جدا. ال1 ال1 ايكوفالنت ل1. طيب بس لازم احطها في 4 ديجيت، هعمل ايه؟ زود 3 زيروهات. الفايف اللي هي 1 0 1 دول 3 بس، زود 0 كمان. الثلاثة تبقى 1 1 دول 2 بس، زود 2 0 كمان. وبعدين ابتدي ارجع اعمل ريجروبنج بقى، كاني بحول من الباينري لمين؟ للهكس. لا للاوكتل. للاوكتل. لان انا كده حولت من الهكسة للباينري، لكن انا كان هدفي في الاصل ان انا احول من الهكسة للاوكتل، فكده كاني بحول من الباينري لمين؟ للاوكتل. فهبتدي اعمل جروبنج التلاتات، هنا ده زيرو مش هتفرق معايا، فهنا دي 3 وهنا 3 وهنا دي 4 و 2 3 و 0 ده اهي. اهي الفاليو. تمام تمام كده احنا قدرنا نكونفرت من اني بيز لاني بيز. في الاول احنا عرفنا ازاي نكونفرت من الديسيمال لاني بيز، وده لازم اخد الانتجر بارت لوحده والفراكشن بارت لوحده. في الانتجر بارت انا بقسم على البيز وباخد الريميندر، في الفراكشن بارت انا بضرب في البيز وباخد الانتجر. تمام، بعد كده عرفت ازاي احول من اني بيز للديسيمال، ازاي ان انا ابتدي احط البوزيشن واضرب الديجيت في البيس تو ذا باور البوزيشن.
بعد كده عرفت ازاي احول من اني من بيز اكس لبيز واي بحيث ان الاكس والواي مش بيساوي الديسيمال، وفي الحاله دي لازم احول للديسيمال في النص، يعني من بيز اكس للديسيمال ومن الديسيمال لبيز واي. بعد كده اداني سبيشال كيس لما يكون عندي البيز بتاعي باور 2 اللي هي الباينري والاوكتال والهكساديسيمال، ودول اسهلهم على الاطلاق. ليه؟ لان انا في الاخر بيبقى عندي باينري فاليو ابتدي اعمل لها جروبينج لثلاثات عشان احولها للاوكتال، وكل جروب اشوف الديسيمال ايكويفالنت بتاعه. واحنا عرفنا ازاي بنعمل جروبينج الهكساديسيمال، انا بحول الباينري لجروبس من اربعات، وكل جروب بحوله للديسيمال ايكويفالنت بتاعه. طب ازاي احول من الهكسا للاوكتال او من الاوكتال للهكسا؟ لازم احول في الباينري في النص. عشان بس اكون انا مرتاحه هناخد بس ريفيو كويشنز دي وهناخد بريك شويه وبعد كده هبدا المحاضره. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 10. طيب انا بس هاخد الا دقيقتين، هناخد دول كده في 5 أو 10 دقايق وهناخد بريك وهنبتدي المحاضرة إن شاء الله الساعة 10. طيب أول سؤال، What is the octal equivalent of the following binary؟ هو عاوز يحول الـ من binary لأوكتل، تمام كده؟ الحالة دي أنا هبتدي أجروب ثلاثات، صح؟ لأن الأوكتل هزود، تمام، هزود زيرو. وبعد كده هنا دي بتريبريزنت إيه؟ 5 عشان هنا 1 2 4، فأنا هجمع ال 1 وال 4، وهنا دي 0 وهنا دي 3، يبقى دي equivalent ل 3 0 5 بالإيه؟ بالأوكتل. طيب السؤال الثاني هو مديني decimal value. أهم حاجة في الأسئلة دي أنا عاوز أحول من إيه لإيه، أهم حاجة البيزس اللي أنا عاوز أحول من وإلى إليها. فهنا هو مديني decimal وعايز أحولها للإيه؟ للباينري، تمام؟ طب بما إن دي decimal وفيها جزء integer وجزء fraction، يبقى في جزئين أنا يعني في تو كونفرجن. الانتجر انا هقسم على 2 واخد الريميندر، والفراكشن انا هضرب في 2 وهاخد الانتجر بورت، تمام؟ طيب 57 اوفر 2 هتطلع 2 8، وريميندر 1 اوفر 2 هتبقى 14، وريميندر 0 اوفر 2 هتبقى 7، وريميندر 0 over 2 هتبقى 3، وريميندر 1 over 2 هتبقى 1، وريميندر 1 over 2 هتبقى 0، وريميندر 1. اما هنا 0.55 فهتبقى، ممكن بس تعملها لي على الكالكوليتر؟ هو عاوزها نقف عند ايه؟ عند ديجيت نمبر 4. 55 هتبقى في 2 equal 1.1، يبقى اول حاجة هتطلع 1. بعد كده طبعا هنطرح ال 1 دي اللي هو الانتجر بارت، كده اضرب في 2 هتبقى 0 في 2، ادي ثالث مره، ادي رابع مره، تبقى 1 و0 0 0، تمام؟ فهتطلع تبقى 1 1 1 0
0.01 دي اللي هي 57.130. اوكي اوكي طيب السؤال الثالث هو عاوز يحول من بص انا ما يهمنيش الرقم ما يهمنيش الفاليو دي ايه هو عاوز يحول ايه عاوز يحول من الاوكتال واحدة بس عشان اشيل هو عاوز يحول من الاوكتال للباينري هو ده اللي يهمني طيب من اوكتال لباينري انا بعمل ايه عندي حاجه من اتنين يا اما احول من الاوكتال للديسيمال ومن الديسيمال للباينري او اني احول من الاوكتال للباينري على طول ودي اللي انا بفضل طب ازاي احول من الاوكتال للباينري على طول الاوكتال يعني البيز بتاعي 8 يعني 2 to the power 3 يعني كل ديجيت في الاوكتال لازم اريبريزنته ب 3 بيت في الباينري طيب ال 3 عندي ال 3 عشان احولها اللي هي 1 1 وهزود 0 وال 6 اللي هي هتطلع 0 1 1 يبقى ده شكل الباينري زي بتاعتي تمام تمام في اي سؤال لا طيب انا كده هسيبك بريك ستوب شيرين انا بس انا كده هسيب هناخد بريك وهنبتدي ان شاء الله المحاضره الساعه 10:30